يا مرحبا يا تبقى وتحيا ودوم ما شاء الله. أبرك ساعة جيت أنا فيها ساعة مبروكة شفناك أبو حشر. الله يبارك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا لين تنتهي مرحبا. الله يحييك تحايا المطر وهذا الفال اللي يعقب العقال شوي. يا مرحبا بيض وجهك. الله يبيض وجهك والله. الليلة المبروكة يا أبو عبد الله، مساك الله بالخير. مساك الله للسعادة. شلونك طال عمرك أبو حشر؟ عساك بخير. ساعة مباركة والله. هذه من بركات محمد والله وجيتكم أبرك والله. اللي خلانا نشوف هالوجه الطيب اللي نحبه صراحة ونغلي. والله نسعد برؤياكم. الله يسعد ذا الوجه إن شاء الله. بس في حاجة أنا ودي أسألك عنها وما أبغى ينتهي محمد. محمد من بعد الصياهد متغير يا أبو عبد الله. يعني الرجال شادها مرة، أكلمه أسأل عن محل والله عشاك انتهى. لا طيب إيش السبب؟ ما أدري، عشق في علوم الرجال وما هو راضي يفصل. الحين لنا شهر الرجال وضعه الله يحييك. ما أدري بس هذا معي أنا ولا مع الكل. لا يعزم الناس حتى في المسجد يا أبو حشر. لا عاد الناس تخرج من بعد صلاة العصر وعشاء وغدا وعشاء وغدا. لا شادة معه. شادة معه. شادة معه. سم. أصبر خلني قهوتي ما شربتها. سام ما فيه، هذا حلو حليب العشوة يا أبو حشر. تفضل الخير واجل، الخير عندي وعندك. حليب العشوة من وين جبته؟ هذا الخير اللي عندي موجود هنا وانت الخير اللي عندك موجود في الطايف. حليب الناقة جزور توه والدة. جزور؟ يعني الولد الصغير حقها توه والدة. سام حليب ناقة من وين جبته في جد؟ تعليمك يا أبو حشر. تفضل حقت لوني. امسك من وين جبت حليب الناقة هذا؟ تضحك علي انت ليه؟ هذا من وين جبت تعترف؟ يا رجال الناقه هذه الله يا رجال من البقاله يا ابوي. هذا حليب ناقه، هذا عنده حماره تحت حاطط شاهد ولا شيء اخسرك منه. انا ادري به حتى العشاء حق الليله انا اللي متكفل به. مسوي لك علوم قبائل وما قبائل، سيبك منه. هذا يعزمنا على سندويشتات بيض يا ابو سمير. يا ابوي انت من حمام الدار والله ما خلاك تكمل كذا كذبتك، كشفك على طول. لا والله حليب بس ما في حليب ناقه. انا شفت انا دائما احب اكل الضيف باللي يحبه. يوم شفت حليب ناقه اروح عند واحد يقول لي معشر، ثاني يقول لي ان شاء الله. قلت يا ابوي من بقاله المراعي تجيبه ب 3 ريال وكب الحليب المصاص اجيب لك اياه فيها المصاص تجيب حليب مضبوط كمان يحط لنا شوكولاتة. عاد انت عندي حليب شوكولاتة نوتيلا بالهيل بالقرف وين تتكلم كلمة. حطيت لكل واحد سريرين يا رايقين عشان ترقدون على راحتكم. اول فندق فخم صح على الحرام، فندق ما شاء الله تبارك الله. انتم من الساعة 9 تناعسون والله ما ادري وش المشكلة. شلون اعلمك؟ ها العالم تعود على النوم بدري والله. والله ها والسمك دخهم السمك. خلنا نشوف الغرف. ها عن غرفتك يا ابو وعل. عام السرير المنزي وجه هذا تراه زين، تنطر رجلك يمين وتنطر رجلك يسار ما حد عندك. تبارك الله هذه النعمه. الله يبيض وجهك يا ابو. تعال خلني اراويك الغرفه الثانيه. هذا انا ابغى لحالي. اي احسن عشان تهجد حتى ما يشوفك غير ربك اللي خلقك. اي والله ما يشوفونك ولا يضايقونك اللي حولك. اصوات اخر الليل غريبه. هذا لكم يا الكباريه. ما شاء الله. انا والله ما ادري وين ارقد. سريري وين؟ عندي تعال 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 اوريك. وين؟ تعال اوريك. شوف ها شوف يا ما هذا استعلى وجهك. ابوك وصيني على هذا السرير. انت تعطيني السرير. سريرك ولك الكلام. ابوك وصيني عليك. ارقد هني وعير خالد. هذا صغير السرير. انا اصحيك للصلاه الصبح. السرير هذا صغير. انا فاضي اللي انت خابر في الفنادق واللي ما ترقد على كيفك تسعى كيفك ما فيه. الصبح حاضر تصلي معنا في المسجد. يا رجال هذا رد. قصر الكلام بس. ليه انا رجولتي ناقصه؟ اي لا انت ورع. الكل يجمع على حبها. يا مرحبا بالمطانيخ، هلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا يا ابو حشر والله نورتني يا عتيبي. يا مرحبا فيك وفي قبيلتك الطيبه. انا وانت اخوان. هلا ومليون. ما بيننا فخر. الله يسلمك. محلي عند اخوي. اسمع عمي ايش يقول لك. هلا ومليون هلا بالعتيبي. بالعيل.
الليله هبت بالمخيله. الله الله هلا مليون هلا والله. يعني مو انت الشاعر بس اي انتبه لك. لا خلاص اي انتبه. وبعدين بين ان الشاعر متمكن جدا من فحول الشعراء. الله اكبر. الله يحييك ابو حشر. يا مرحبا بعتيبه الهيل. يا مرحبا يا ابو حشر. يا مرحبا تفضل تفضل يا ابو حشر. ما شاء الله والنور. انا ودي ارحب بس يعني ودي اسال سؤال قبل ما ارحب وقبل ما اعرف. وانت معروف نار على راسه علم وعلم على راسه نار. انا نسيت ايش هي بس انا بسالك سؤال. الجمال اللي انت فيه طبيعي ولا في عمليات؟ لا والله طبيعي. ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى هذا المكان عودي. اهلا وسهلا. طبيعي هذه والله ما فيها ما في ديلوكس هذه مدري. لا والله ما في طبيعي. مين الامور طيبه؟ اهلا وسهلا ابو ابراهيم. يا حبيبي اهلا وسهلا. اليوم انا سعيد جدا والله. انا اكثر والله. واللي زادنا سعاده الكابتن احمد الفريدي. يا مرحبا يا مرحبا باللي لا شافوا يذكرون الاهداف الناريه. الله يرضى. اهلا وسهلا يا كابتن. يا مرحبا. الله يحييك. توقعاتك عن صفقه رونالدو هل ستنجح وهل حيحقق ويصبح هداف الدوري؟ والله صعب. يعني لاعب كبير ما حد يختلف عليه، لكن هل الفريق راح يساعده في تحقيق انجازات؟ هذا السؤال الاهم. هل العناصر اللي موجوده هي راح تساعد او لا؟ يصير هداف ما اتوقع، صعب، لان يعني جاي في فتره متاخره من الموسم. اضافه كبيره للدوري السعودي. ان شاء الله نشوف لاعبين يعني بهالمستوى في الفترات القادمه. توقعات الكابتن احمد الفريدي عن بطل الدوري هذه السنه. والله احرجتني، ما شفت ولا مباراه في هذا الموسم، وما اعرف اصلا من الاول او الثاني او الثالث. لكن انا بسالك سؤال، انت مدام بديت في النصر، هل انت نصراوي؟ انا والله يا كابتن انا مع الفايز. شفت الفايز وين؟ بس الفترة الأخيرة نصراوي عشان رونالدو. اكيد؟ ايه ترى بتزعل الهلالية والاتحادية. على كيفك انت، ايش تبغاني اكون؟ خلك هلالي؟ لا خلك يعني مبهم، ما حد يعرف انت ايش. هل صحيح الفريدي وخالد الغامدي عمر هوساوي كانوا يحاربون عبد الغني في زمن زوران؟ ما صعب انك يعني في لاعب بقامة حسين عبد الغني احد يحاربه داخل النادي. حسين كان كابتن الفريق، لاعب كبير، قدم للنصر والاهلي والفرق اللي لعبها ومثلها والمنتخب السعودي شيء كثير. لكن في قناعات المدربين، مدرب يقتنع بأحمد، مدرب يقتنع بحسين، والعكس يكون كذلك. فممكن جاءت فترة مدرب ما كان مقتنع بأحد اللاعبين، وهذا شيء طبيعي. هل البزنس أثر على مستواك الفني في الكورة؟ طبعا بكل تأكيد وبكل أمانة وبكل صدق. دخول اللاعب في مجال التجارة والبزنس راح يأثر أثر واضح وكبير على أدائه، مهما كان اللاعب من موهبة ومن إمكانيات، لكن راح يتأثر بحكم يعني اللاعب يحتاج إنه يكون ذهنه دائما فارغ داخل الملعب مش خارج الملعب. هذه واحدة من الأسباب اللي صراحة أنا بدأت في الفترة الأخيرة. ماذا يمتلك بعد الكورة؟ والله الحمد لله خير كثير، يا رب لك الحمد. يعني في عدة أنشطة، عدة شركات، في مجال الحلويات والفستقي، وفي مجال العطور، وفي مجال المطاعم والكافيهات. يا رب لك الحمد. سؤالي بسألك إياه. سؤال. أنا فين مركزي داخل الملعب؟ كيف يعني؟ مركز إيش؟ أنت دحين جالس تسوي معي لقاء صح؟ إيه. طيب أنا فين ألعب داخل الملعب؟ دقيقة صلي على النبي. تبغى بعد السلام ولا لا؟ دحين. وسط والله أوف. هذا مو لقاء معك، هذا كان معايا. أتمنى إن شاء الله من كل اللاعبين
السعوديين الاستفادة من وقتهم الآن، والشيء الأساسي اللي متوفر لهم هو المال في استثمار واستفادة منه بأكبر شكل ممكن. بما أنك كابتن أحمد يعني تقابلنا وتعرفنا عليك، يعني من نظرتك الكروية وين تشوف موقعي في الملعب؟ والله اندرجت كل أمان كويس ركبتها الملعب، يعني هذه جميلة ما سهلك، يعني ما قصرت ولا سويت خير.